التاريخ 15 من إبريل عام 2013 الساعة 2:48 دقيقة ظهرا، قنبلتان تنفجران في ماراثون بوسطن الثانوي الشهير، 3 قتلى وأكثر من 200 مصاب ومئات من المشتبه بهم وآلاف الساعات لتسجيلات المراقبة سيستغرق فحصها شهورا طويلة. لم يكن أمام أجهزة الأمن الأمريكية أي حل، واحتاج الأمريكيون الأكثر تقدما لمعجزة تقنية، وجاء الحل أخيرا، بريف كار، برنامج يختصر آلاف الساعات لعدة ساعات فقط، والخاتم صنع في إسرائيل. اليو اس بي الخاص بك إسرائيلي، ورقاقات انتل المتقدمة المزروعة في حاسوبك إسرائيلية أيضا، والطابعة ونظام تشغيل أجهزة كندل الشهيرة للقراءة، ورقاقة التحكم في جهاز البلاي ستيشن، وخاصية الإكمال التلقائي لنتائج بحثك في جوجل، وتطبيق فايبر للمراسلة، ابتكارات حملت بصمات إسرائيلية أيضا. فكيف تحولت الأمة المحتلة لمركز عالمي للتكنولوجيا؟ توافد اليهود بالألاف لأرض فلسطين، قاموا بشراء بعض الأراضي، واغتصبت عصاباتهم الهاجنة أغلبها وأسسوا فوقها احتلالهم، كان معظمها صحراويا وصخريا يعج بالحشرات، فأصيب عدد كبير منهم بالملاريا، وبدأت جينات ابتكاراتهم. استخدمت أموال التبرعات الخارجية لزراعة أشجار الكينة لدرء الحشرات، وحولت مجاري المياه لتجفيف المستنقعات. ابتكارات تركز معظمها في الزراعة، وبرز آنذاك اسم سيدي إلياهو، مستعمرة أسسها اليهود الألمان الفارون من حقبة هتلر عام 1934، لتقدم تقنية محاربة الحشرات الضارة بالمحاصيل من خلال تربية أعدائها الطبيعيين في مستعمرات خاصة. ابتكار آخر تحول بعدها لشركة عملاقة مثل بايو بي، تقدم الخدمات الزراعية اليوم في 32 دولة حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة. نجح مستوطنو الكيبوتس في استصلاح التربة وجلب المياه، أدخلت تقنية الري بالتنقيط للمرة الأولى، وشيئا فشيئا تحولت الكيبوتس القاحلة إلى سلة غذاء للكيان الصهيوني الوليد. ورغم نمو الاقتصاد الإسرائيلي السريع، إلا أن صناعة التكنولوجيا ظلت مبادرات فردية ومحدودة، حتى جاءت الثمانينيات وتغير كل شيء. أمة الشركات الناشئة. دخلت إسرائيل بفعل الحروب بتلك الفترة أزمة اقتصادية عاتية، ما تسبب في انهيار الشيكل وإفلاس 4 بنوك حكومية رئيسة. ورغم المحاولات الحكومية، إلا أن الأمر احتاج لمعجزة أو لحل عبقري، وجاء الحل في كلمتين: برنامج يوزما. أسست الحكومة بموجب يوزما 10 صناديق لرأس المال المغامر، وخصصت 100 مليون دولار للشركات الناشئة، وكانت الصفقة الذكية بسيطة وفعالة. The mission was to establish the venture capital market in Israel. We did it with $100 million government money, which was aimed to establish funds together with experienced people mainly from abroad. كل شركة ستنجح في جلب 12 مليون دولار من رأس المال المغامر، أي من مستثمرين مستعدين للمخاطرة بأموالهم في مشاريع غير مضمونة، ستتلقى 8 ملايين دولار من الحكومة، مع منح هذه الشركات حق استرداد هذه الحصة في أي وقت عن طريق سداد المال بنسبة فائدة بسيطة. بفضل البرنامج العبقري، ارتفع حجم رأس المال المغامر لأكثر من 60 ضعفاً، من 58 مليون دولار عام 1990 إلى 3,300,000,000 دولار بحلول عام 2000. وفي الفترة نفسها تم تأسيس 800 شركة جديدة، وارتفعت إيرادات صناعة تكنولوجيا المعلومات فقط إلى أكثر من 12 مليار دولار. واليوم يبلغ عدد صناديق رأس المال المغامر في إسرائيل أكثر من 70 صندوقاً، بينما بلغ نصيب الفرد الواحد من رأس المال أكثر من 170 دولار، الرقم الأعلى عالمياً، بزيادة الضعف مقارنة بالولايات المتحدة وعشرة أضعاف مقارنة بفرنسا. لكن الابتكار يحتاج مبتكرين دوماً، فمن أين أتى أذكياء إسرائيل؟ كل رجال إسرائيل
كانت إسرائيل هي الدولة الأكثر رهاناً على المهاجرين في التاريخ. أكثر من 90% من مستوطنيها من المهاجرين أو أبنائهم وأحفادهم. فتحت إسرائيل باب الهجرة لليهود على مصراعيه ودون حد أقصى، حيث يتم منح اليهود المهاجرين وأبنائهم الجنسية بمجرد وصولهم، خلاف سائر دول العالم. تضاعف سكان الدولة الصهيونية 10 مرات خلال 70 عاماً وصولاً إلى أكثر من 8 ملايين شخص. كانت نسبة كبيرة من المهاجرين أطباء ومهندسين، لذا فإن نسبة المهندسين في إسرائيل هي الأعلى في العالم، بواقع 135 لكل 10,000 شخص، مقارنة ب 58 شخصاً للعدد نفسه في الولايات المتحدة. وللاستفادة من قدراتهم، أنشأت الحكومة حاضنات أعمال تكنولوجية مخصصة لهم. بدأ الأمر ب6 حاضنات، وارتفع اليوم إلى أكثر من 20 حاضنة، مع رأس مال لأغراض البحث والتطوير يتجاوز 100 مليار سنوياً. تدين إسرائيل بالجزء الأكبر من الفضل في تطورها التكنولوجي للجيش. لا يتخرج رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من كليات الاقتصاد والإدارة، لكنهم يتخرجون من وحدات جيش الاحتلال المختلفة، وفي مقدمتها الوحدة 8200، وحدة النخبة الشهيرة عالميا، مصنع الشركات الناشئة. تلعب الوحدة دورا حيويا في العمليات الاستخباراتية الكبرى، وتجند 5000 شخصا سنويا، يتم اختيارهم بدقة من بين الشباب الأكثر ذكاء وتفوقا في إسرائيل. لا يتعرضون لقسوة الحياة العسكرية، وإنما يقضون فترة تجنيدهم في ظروف بالغة الرفاهية لتشجيعهم على الإبداع، لذا تعرف بأنها المصنع الإسرائيلي للشركات الناشئة. يؤسس خريجوها مئات الشركات الناشئة سنويا. اليوم تمتلك إسرائيل أكثر من 4000 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، مع حجم سوق استثماري تقني بلغ 24 مليار دولار العام الماضي 2017، وصافي عائدات برقم مماثل يساوي ربع حجم الاقتصاد الإسرائيلي. تحتل الدولة العبرية المركز الثالث من حيث عدد الشركات المدرجة في بورصة ناسداك، بورصة التكنولوجيا الأكبر عالمياً، بعدد 98 شركة خلف الولايات المتحدة والصين فقط، متفوقة بفوارق ضخمة على دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا. ومن بين أكبر 500 شركة في العالم، تمتلك 80 منها مراكز رئيسة في إسرائيل. شركات مثل جوجل، فيسبوك، أبل، إنتل، باي بال، حولت تل أبيب لثاني أكبر مركز تكنولوجي في العالم بعد وادي السيليكون الأمريكي. التطور التكنولوجي حول إسرائيل لقبلة عالمية للتكنولوجيا المتطورة. دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والأرجنتين، ودول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر، تستخدم اليوم التكنولوجيا الإسرائيلية أو تتهافت للحصول عليها. تهافة جعل رئيس الوزراء نتنياهو يقف متفاخرا بأن بلاده هي من تقود العالم للتكنولوجيا اليوم. לתת הגנה כזאת זה דבר שהוא מתפתח במהירות עם אנשים מצוינים. יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל ישראל כבר מסמנת דרך לעולם. فخر لا يبدو نتنياهو على غطرسته مبالغا فيه على الإطلاق.